السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. استخارة من القرآن الكريم لبرج الجوزاء. أهلا بك يا برج الجوزاء. أتمنى من أخواتنا في الله يدعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجوزاء، صورة محمد يا برج الجوزاء، صورة محمد يا برج الجوزاء. أرى يا برج الجوزاء بإذن الله تعالى جيالك فرحة، جيالك فرحة من غير ترتيب، من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك بإذن الله تعالى. هذا الفرحة ديالك يا برج الجوزاء من غير أي ترتيب، والعوض من ربنا بعد كل التعب، بعد كل التعب اللي حصل في حياتك بإذن الله تعالى. بعد سنوات من تعب سترى قدرة الله تعالى في تحقق ما صبرت لأجله. أبشر أبشر، كل شيء سيتغير في لحظة، كل شيء راح يتغير في لحظة بقدرة الله تعالى. كل شيء راح يتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك. فلا تقل مستحيل، فلا تقل مستحيل، ولا تفكر في كيفية الفرج، فهذا في بيد الله. أرى إن في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك واستغلوك بعد فوات الأوان. اقرأ عينهم، هتفاجأ بفضل الله تعالى، رح ستفاجأ بعوض الله. أرى إن في مبلغ مالي، في مبلغ مالي آتي ليك، قد يكون مكافأة أو هدية. أرى إن قد يكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين بإذن الله تعالى. أرى في هذا المبلغ، يعني مبلغ محترم كويس بفضل الله تعالى. انتبه اليومين دول واحذر من أشخاص قد تعتقد إنهم قريبين ولكن يفشون أو يفتشون أسرارك. لا تتمادى في الفضفضة كثير أو في الكلام معهم كثير، لا تتمادى في الكلام والفضفضة، لأنهم أنت من هذا الأشخاص قد تعتقد أنهم قريبين ليك أو أقاربك ولكنهم يفتشون أسرارك. لا تتمادى في الفضفضة وفي الكلام معهم وتعطيهم أسرارك. استعينوا بالله ورددوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فهو يعلم ما في صدوركم ويستجيب بإذن الله تعالى، ويستجيب بإذن الله تعالى. هو الله أقل الأبراد من هذا. أنا أرى في من هذا الأبراد الجوزاء أقل الأبراد في منهم أنانية وحب الذات، نظراته إيجابية، وشخص بيعشق التحاليل وقراءة الشخصيات من أول لقاء، من أول لقاء يعشق التحاليل وقراءة الشخصيات. إحساسه لا يخيب، لا يخيب إحساسه. أرى إن في شخص هو شخص خيالي غير واقعي، ودي نعمة ليه لأنه لازم يهرب من الواقع والحقيقة بتصدمه. هو رومانسي متقلب المزاج،
بسبب سرعة تأثره بالكلام الناس وأفعالهم. الجوزاء يعشق الجمال ويحب الجلوس على البحر ورؤيته، بيدخل السعادة لقلبه. بتخاف من الفراق، أرى إنك بتخاف من الفراق والوحدة وبيكره الوحدة لو كان مجبر عليها ومفيش حد جنبه. معظم مواليد برج البرج هذا الجوزاء مبدعين وفنانين، منهم اللي بيحب العزف أو الرسم أو الكتابة. معظم الجوزاء مبدعين وفنانين منهم اللي بيحب العزف وبيحب الرسم والكتابة. يحمل أرى أن فيه كاريزما ووجود خطف للأنظار. هنا يا جوزاء بيدخل القلب بسرعة البرق، بس دائما هناك من يحسدك ويحقد عليك، من يحسدك ويحقد عليك. أرى يا جوزاء شخص مسالم وهادي ومحب للسلام، بيكره المشاكل وبيهرب منها. الجوزاء بيكره المشاكل ودايما بيهرب منها. قمة التواضع، وعمره ما كان مغرور. حاسس جدا من كل كلام الناس وسريع التأثر به. أرى كلمة تفرحه وتدخل، أو كلمة تدخل الحزن لقلبه. أصعب الأبراج حين يكرر للانتقام. شخص هذا، أنت شخص اجتماعي وسريع التفاعل مع الناس. أرى يا جوزاء الفترة القادمة ستتغير بالفرح والسعادة بإذن الله تعالى. لهدف كنت تظنه إنه مستحيل، فرحة قادمة بانتظارة مليئة انتظرها. هذا الفرحة مليئة بالسعادة والرضا. داخلين على مشروع أو شراء بيت جديد إن شاء الله. أبشر، قول إن شاء الله. أرى في حل مشاكل كبيرة كانت مدمرة حياتك وسداد دين بفضل الله تعالى قريبا. وسداد دين بفضل الله تعالى قريبا. عندكم مريض رح يشفى، عندكم مريض رح يشفى بفضل الله تعالى. أرى عندكم مريض بإذن الله تعالى رح يشفى. عندكم حلم صحيح، حلم صحيح، تأخر بس على وشك التحقق. تأخر هذا الحلم بس على وشك التحقق. رؤيتك الأمور اللي حواليك أو حواليك صح جدا، وتوقعاتك فعلا في محلها. توقعاتك في محلها فعلا، وإن شاء الله هتتغير كل شيء في صالحك. أنت عندك خبرين حلوين على منتصف الشهر إن شاء الله. في طاقة إيجابية قادمة لكم، إحساس القوة طاغي عليكم الفترة اللي داير. في اختبار من ربنا أنت بتمر به، ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفيتك علشان تمر بسلام من الاختبار. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، واعتراف بالحب لك، أو ربما صداقة أو علاقة عابرة هتتحول إلى موضوع جدي أو جد يعيد ليك حياتك بإذن الله تعالى.
لتزين بهذا الفرحة بقدرة الله تعالى. أرى في زعل جواك، أرى في زعل جواك، وبتحاول تضحك وما بتظهرش ضيقتك هذا، وصدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي على خير وعوض. وأرى وريث كبير من ربك بيكون قريب منك بعد تعب وعذاب سنين، هانت خلاص جاية نصرة ومعها فرحة كبيرة ليك إن شاء الله. استبشر استبشر يا أنثى، يا أنثى الجوزاء، في امرأة في غاية الرقة والأنثى، يا أنثى الأنثى الجوزاء هي امرأة في غاية الرقة والأنوثة، ضعيفة مع من تحب، ضعيفة مع من تحب، لكن حين ينكسر قلبها تتحول إلى امرأة أخرى. لا تخاف، لا تخاف من شيء ولا تحب أحد، تكسو رغم حنان قلبها الذي يسعى للجميع. عنيدة لكن دمعتها قريبة، تسامح لكنها صعبة النسيان. أنثى الجوزاء تضحك بصدق وتحب بصدق وتحزن بصدق، تكاد تؤمن أن الحب لا يناسبها إطلاقا، لأنها حين تشتاق تكسو، وحين تغار تجن، وحين تخاف تبتعد، وحين تشعر بأن كبرياءها في خطر ترحل، لأنها تؤمن وبشدة أن عزة النفس نقطة ينتهي عندها ألف صديق وحبيب. يا أنثى الجوزاء، هذا استخارة برج الجوزاء أخواتي في الله، والصورة الخاصة بك صورة محمد، اقرأها بفضل الله تعالى 3 مرات يوميا بإذن الله تعالى هتنحل عندك هذا المشاكل. وسايب لك في صندوق الوصف علاج الحسد والنظرة الذي عندك وفي التعليقات. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وهناخذ أخواتنا المتفاعلين، واحد من أخواتنا المتفاعلين معنا في القناة ومشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، هنعمل له بفضل الله تعالى قراءة خاصة لي في فيديو وننزلها له على حسب برجه واسمه بفضل الله تعالى. واتمنى من كل من يشاهدنا ان كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة اسرار العالم الروحاني.